Good morning. How are you today? مرحبا، عدنا من جديد لتكملة منهاجنا للصف الخامس الابتدائي اللي هو Unit 5 و Lesson 2 Page Number 60 in a Pupil's Book. أكرر وأعيد، الدرس الثاني صفحة 60 في كتاب الطالب. بس ملاحظة صغيرة للطلاب انه راح نناقش اول شيء بالبداية الاشياء والمفردات والقواعد ومن ثم نعاود حل التمارين سويا. راح نكمل اليوم درسنا نستذكر لازم احنا ريفايز ذات كايندز اوف فود لين حتى نكمل انه شلون نعبر وشلون نسأل على هل يوجد لدينا نوع من انواع هاي الاطعمة. نتذكر bread, cookies, chicken, apples, cherries, salad, strawberries, fish, meat, milk, water. لنفرض أني اليوم أريد I can express أريد أعبر إنه يوجد لدي فواكه، قد تكون تفاح، قد تكون كرز، ويوجد لدي أيضا حليب، ويوجد لدي سمك، ويوجد لدي ماء. فحتى استخدم كلمة يوجد واعبر عن الاشياء اللي عندي انه استخدم there is و there are. there is و there are. لاحظ عزيزي الطالب انه there is و there are معناها يوجد، لكن اراعي انه عندما اصف اسم غير معدود مثل ما قلنا uncountable noun يعني لا استطيع ان اعده فاستخدم there is. بالمناسبه هو يعامل معامله المفرد واحنا متعلمين في الدروس السابقه انه is مع المفرد. لكن لنفرض عندي apples مجموعه تفاحات قد تكون 2 3 4 10 راح اقول there are followed by our plus زائد اللي هو countable noun الاسم المعدود. احنا قلنا كل اسم معدود يتقبل الجمع مثل apples, strawberries, cherries, cookies، لكن chicken وbread وmeat وfish لا يتقبلون الجمع. فحتى اعبر there is milk, there is a milk, there is milk. يصير أقول there are milks؟ No, because milk يعتبر uncountable noun فعامل معاملة المفرد. There are cookies. There are cookies. Cookies وهو plural noun اسم جمع ويعتبر countable، فلذلك يجب أن أستخدم there are مع الاسم الجمع. لاحظ ماما انه من تجيك هاي الاسئله قواعديا يعني جراماتيكالي ممكن اخلي there وبعدين between brackets اخلي لك two choice there is و there are وبعدها اضع اسم، فانت تلاحظ حتى you can choose between is or are راح تلاحظ الناون الاسم الموجود اذا كان معدود اكيد شنو المعدود؟ countable، راح اختار are. اذا are مع المعدود اللي هو countable. حتى يا عزيزي الطالب ما نظل احنا نتعقل سنكتب countable، راح نختار حرف سي دلاله على countable. لكن اقول there is milk. milk اذا انا حطيت لك لفظ هذا الاسم قد يكون غير معدود اللي هو uncountable، فخلي لك UC هي abbreviation اختصار ل uncountable، فراح بسهوله تتعرف على الاختيار الصحيح اللي يجيك قواعديا. فممكن انه يكون اختيار ما بين is و are، مسبقا نعرف الاز مع المفرد و are مع الجمع ونرجع ناكد اكثر with countable noun نضع are والuncountable noun نضع is. بهاي الطريقة راح نرجع نشوف الآن إنه
حتى من أعبر أقول يوجد لدي حليب، ويوجد لدي كعب، ويوجد لدي تفاح، ويوجد لدي فراولة إلى آخره. أستخدم there is و there are مثل ما قلنا، ولازم تفرق أنت بين there is followed by اسم معدود و there are تتبع باسم اللي هو يكون معدود. أكرر، is مع غير المعدود و are مع الاسم المعدود. نسوي أمثلة. There is milk قلنا و there are cookies. Now how كيف can I ask أسأل about food and drink؟ شلون ممكن أستطيع أن أسأل عن هل يوجد لديك؟ هل يوجد لدينا؟ هل يوجد؟ فأستخدم إنه هل ألاحظ، لنفرض كلمة، نأخذ sit robbery قلنا sit robbery كانت أكبر واحد ending with I، إذا كانت فراولة واحدة فقط. لكن لنفرض أريد أسويها غيرها changing into plural، راح نقلب قلنا الواي إلى I، من ثم add ES، صارت sit robbery. لنفرض الآن أسأل ماما، ماما عندنا فراولة، شلون راح نسألها؟ راح نلاحظ الاسم جمع. إذن أستخدم there is no there are، لا أكيد حستخدم. فعند السؤال راح نقلب الفعل المساعد، نغير نضعه بدل there، ومن ثم نسوي تغيير وتحويل لكتابة سؤال. فراح نسأل are. لاحظ عزيزي الطالب، عندما تكتب are ما يصير مثلها small letter، لا، لازم نراعي punctuation marks، علامات التنقيط، فإنه يكون starting with capital letter. are there. لاحظوا راح نخلي كلمة any معناه أي. فأقول are there any sit robberies. طبعا ولازم at the end of the question I have to put question mark. لاحظوا من خلال هذا السؤال ناقشنا واسترجعنا علامات التنقيط اللي هي يجب أن نبدأ ب starting with capital letter. Okay, well, at the end of the question I have to or must put a question mark. إذن هنا علامتي تنقيط. نرجع، are there any strawberries؟ هل يوجد أي فراولة؟ إذا كان يوجد، نعم، الإجابة تكون yes. There are. Yes, there are. Yes, there are. طبعا هذا النوع من الأسئلة يا عزيزي الطالب إنه يعتبر short answer، الأسئلة ذات الإجابة القصيرة، أو نقدر نسميها yes no question. أو الإجابة تكون ب no. There. طبعا ما ممكن أقول no there are, no there aren't. خليها باللون الملون حتى المختلف حتى تشوف الفرق. No there aren't. إذن عند السؤال when I want to ask about noun، وهذا plural noun ويعتبر countable noun، ask with are there، وأخلي كلمة any ومن ثم الاسم المعدود. الجواب حيكون yes there are or no there aren't. بعدين راح نكتبها على شكل قاعدة موضحة بالتفاصيل. لكن اليوم أنا أريد أسأل على مو strawberries، لا، I want to ask about milk، يعني I want to drink a glass of milk in the morning، يعني الصباح أريد أشرب لي glass حليب. فقبل ما أفتح الثلاجة إنه ما I can ask my mom، أسأل ماما. وحاول عزيزي الطالب إنه تتحدث باللغة الإنجليزية، أي شيء تتعلم بالمدرسة لازم تحكي ويا ماما حتى شوية تقوي من لغتك والمحادثة مع الآخرين. فلنفرض أني الصبح
before I go to school قبل ما أروح للمدرسة طبعا أنا بعدني يعني بعماركم فا I have to drink milk in the morning لازم تشرب قدح أو كوب من الحليب لقلنا تقوية عظامك وأسنانك فراح أسأل ماما أقولها زين أنا milk milk okay milk It is countable or uncountable? أكيد هو يعتبر uncountable. لاحظوا إحنا تعلمنا C و U C. إذا C هي رمز لcountable و U C هي لرمز uncountable. فراح نجي راح نقول لي Miss هذا لا uncountable. أقول لك how can you know؟ شلون عرفت؟ راح يقول Miss أول شيء كل الليكويد كل السوائل اللي هي تشمل milk, water, orange juice, cherry juice, tea, coffee, oil كل الليكويد تعتبر غير معدودة فقابل أني when I want to ask my mom أريد أسأل ماما أقولها are there any milk؟ لا راح أقولها is there وأيضا أضع any فلاحظوا مع الملك لأنه يعتبر غير معدود فراح أسأل Is there any milk? Mama or my mom ask me إذا يوجد راح تقول Yes there is okay Yes there is وإذا يعني ما عندنا مثل ناجح عليك ممكن ماما أنسر له إنه there isn't any milk. Okay؟ راح يصير نحاول إنه نكتب القاعدة ويا ريت لو الطلاب وياي يبدون يكتبون القاعدة إنه شلون how can I ask about is there or are there different kinds of food؟ حتى تكون بالشكل الواضح راح تكتب بالدفاتر عن كيفية السؤال عن الأطعمة المعدودة وغير المعدودة. راح نجي نقسم أول شيء نسأل عن الاسم الغير معدود اللي هو uncountable مثل منو؟ مثل منو نتذكر شوية ممكن ناخذ من الصور اليمنى ممكن ناخذ fish ممكن ناخذ meat ممكن ناخذ milk or water إذا ممكن milk ممكن water ممكن fish أوكي وممكن حتى لو ناخذ meat meat إذا هذولي النومز تعتبر uncountable لاحظوا والرمز اللي هو U C حتى هو نقدر نعرف في النهاية الأسماء هي غير معدودة فحتى أسأل سؤالي حيكون is أبتدي بis وأكرر وأكد وأعيد إنه يجب أن يبدأ السؤال starting with capital letter is there any ما أنسى كلمة any ومن ثم أضع الاسم الذي لا يعد الاسم الغير معدود اللي هو من هو uncountable وأضع علامة استفهام والإجابة حتكون يا أما قلنا yes there is or no there isn't هذا لما أريد أسأل على شيء أو اسم لطعام أو شراب بيكون غير معدود uncountable أسأل is there any ممكن نسوي أسئلة is there any milk yes there is or no there isn't is there any water yes there is or no there isn't what is there fish yes there is or no there isn't وإذا أريد أن يميت لو نقول yes there is or no there isn't هذا في حال يكون الاسم النوم uncountable لكن تعالوا خلي نشوف إنه how can I ask about اللي هو الcountable noun
احنا قلنا الكاونتبل نرمز له بالحرف سي، يعني كاونتبل. لاحظوا على الاستقبال دائما انه نحاول نستذكر هاي المصطلحات لي حتى انت ما تخلط بالامتحان ممكن تتعلمها. فالكاونتبل ما ممكن اسال باستخدام از، لا اي كان اسك راح اخلي ار بداية السؤال ومن ثم ذير، فار ذير، بعدين ما انسى اي دونت فورجيت اني، ار ذير اني، راح اخلي اي اسم جمع لنفرض ناخذ ابلز، فار ذير اني ابلز، راح نكمل سؤالنا بوضع اسم يكون معدود. وشلون اعرف معدود؟ اي كان اميز من نهايته اس الجمع، فممكن اني يكون اسم هنا بي اس الجمع واسال باز، هاي خطا كبير لازم ننتبه عليه. Are there any apples؟ راح اقول yes there are or no there aren't، اذا راح يكون سؤالي بهذا الشكل اللي يكون are there any بعدين plus now، هذا الاسم اللي يكون الاسم المعدود، ومن ثم اضع question mark at the end of my question. لاحظوا اذا صار عندي نوعين، we have different kinds of question about food and drink. ممكن السؤال يكون مع countable ابتدي بis، والسؤال مع uncountable، عفوا countable ابتدي مع r، وفي الحالتين وجود any، وجود any، والاجابه تكون مثل ما قلنا هو short answer، انه نجاوب yes there is، لو no there isn't، or اجاوب yes there are or no there aren't. We come back. مرحبا، عدنا معكم. الان عزيزي الطالب عزيزي الطالبه راح ننتقل الى كتاب النشاط الاكتيفيتي بوك، واتمنى كل طالب يكون امامه كتاب النشاط لي اوبن، فتح على بيج نمبر 56 صفحة 56، يوجد بها تو اكسرسايز A و B. A و B تمرينيا يخصون المفردات والكلمات التي وردت في الدرس السابق. تمرين A، اكسرسايز A، listen to the food names write them in the correct list، يعني راح نستمع إلى هذه الكلمات ومن ثم ننسبها حسب عدد المقاطع. كل كلمة باللغة الإنجليزية عبارة عن حروف، والحروف تجمع مع بعضها لتكوين مقطع أو مقطعان أو ثلاثة مقاطع، ممكن one syllable، ممكن two syllables، ممكن three syllables or more، ممكن مقطع واحد. كلمة syllable معناها مقطع، ف one syllable or two syllables or three syllables، ممكن مقطع، مقطعان، وثلاثة مقاطع. لكن احنا الكلمات باللغة الإنجليزية عندنا كثيرة، لكن راح نتطرق إلى فقط الكلمات التي درسناها لتشمل مثل ما قلنا في الدرس السابق اللي هي food و and drink اللي هو الطعام والشراب. راح نشوف انه الكلمات اللي عندي chicken، cookies، fish، meat، ورايس، وسلد، وسوب، وستروبريز، ووتر. وتحت هاي البوكس اللي بيه الوردز، هاي الكلمات، يوجد تيبل، جدول مقسم الى ثلاثة أعمدة، three columns. العمود الأول الكلمات اللي one syllable، والعمود الثاني اللي هو الكلمات اللي تكون two syllables، والعمود الثالث اللي يكون للكلمات التي three syllables، يعني مقطع واحد، مقطعان، ثلاثة مقاطع. الآن سوف نوزع الكلمات حسب الجدول. راح نجي نشوف الكلمات اللي تشمل اللي تكون one syllable مثل fish. إذا سوف write fish in column 1 اللي هو one syllable، and meat، meat أيضا مقطع واحد one syllable، و bread. لاحظ عزيزي الطالب إنه كلمة مقطع معناتها إنه لا يوجد كسر في لفظ الكلمة، يعني تخرج
مخرج واحد من فمه. ففيش فيش لعب فيش one syllable. meat one syllable. bread one syllable. soup one syllable. rice one syllable. إذا هذه الكلمات fish, meat, bread, soup, rice كلها all of them one syllable مقطع واحد. شنو معناها مقطع واحد؟ الكلمة حتى تقسم على المقاطع كل حرف علة معناها الكلمة مقطع واحد. يعني أنا أجي أشوف إحنا نعرف you know the letters الحروف الإنجليش language تقسم divided into two groups اللي هي vowel letter و consonant letter. فنجي S يعتبر consonant letter والO اللي صحيح إنه two letters حرفين لكن صوتهم واحد فإذا هذا يعتبر مقطع واحد فتلفظ soup. نجي كلمة rice أيضا راح نلاحظ هذا حرف صحيح إجا أول حرف علة إذا هاي يعتبر مقطع واحد rice. إحنا ما لنا علاقة بال at the end of the word اللي هو letter E لأن إحنا نعرف إنه كل E في نهاية الكلمة قد تكون زائدة فرايس إذا مقطع واحد. bread تعالوا نكتب bread ونشوف B R E A D. أجي أضاوع الحرف consonant consonant vowels إذا احتوت على صوت علة واحد معناته تعتبر مقطع واحد. هاي هي التجديد على مخارج الكلمات والمقاطع. أكرر واعيد العمود الأول fish meat bread soup rice هاي كلها في العمود الثاني الأول. نرجع نشوف ما تبقى من الكلمات اللي هي تخص التي تكون two syllables مقطعان اللي هي cookies. راح ناخذ cookies من الصندوق ونضعها في العمود الذي يكون الكلمات الخاصة التي تكون مقطعين. water أيضا توضع بالعمود الثاني. نجي water هذا مقطع وهنا أيضا احتوت على صوت علة وحرف علة إذا صارت مقطعين. water 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 وسلاد سلاد سلاد أيضا أجي أشوف الحروف صحيح علة إذا هذا يعتبر مقطع وهنا أيضا صحيح وعلة إذا هذا صار two syllables إذا سلاد أيضا من الكلمات التي تكون مقطعين. chicken chicken نجي نشوف الحروف chi وهذا حرف علة إذا هنا مقطع والتكملة هي مقطع صارت مقطعين. إذا هاي الكلمات اللي تعيد نهاية التمرين راح أعيد لكم تكرار حتى تضمنون الحل الصحيح وإنه you can correct with me صح كلنا. لكن عندنا فقط الكلمات اللي تحتوي على ثلاثة مقاطع من كلمات أعلى اللي هي المثال اللي عندك orange orange الكلمة يعني محلولة وإحنا نختار الكلمة البقعة اللي هي strawberries تعالوا نكتب strawberries strawberries حتى أنت بتفضل عزيزي الطالب ما تقدر تقول كلمة واحدة وإنما نجي نشوف صحيح 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 علة إذا لهنا مقطع سترو ستروبر إذا هنا صار مقطعين ستروبر وستروبريز صار عندي ثلاث مقاطع إذا هذه الكلمة تشتمل على ثلاث مقاطع three syllables. إذا الكلمات اللي وردت عندنا اللي في هذا الريد قسمناها حسب عدد مقاطعها divided in according to syllable. فعندنا الكلمات اللي ما تكون one syllable تعيد fish meat bread soup rice. نرجع الكلمات words اللي هي two syllables cookies و water و salad و chicken وبقت كلمتان اللي هي orange و strawberries هذه اللي تكون مقطع متكونة من ثلاثة مقاطع وأرجع وعي المقطع يكون على حسب عدد حروف العلة اللي
الثلاثه في الكلمه. هذا بالنسبه لتمرين A. راح نلاحظ وياي يا طلاب تمرين اللي تحته راح يكون بمثابه تسليه لك واسترجاع لماذا حفظت من كلمات. راح كلكم ورا ما تكتبون الكلمات اللي اخذناها على شكل اعمده في الدفتر اللي تشمل الفود والدرينك، ممكن انت راح اكيد راح تكون سهله عليك انه تكتبها، فراح تكون هنا الطريقه انه راح نقرا نشوف شنو رايت. هذا يكون لك تسليه، ولا لا تسووه انه الون وحدكم وبعدين انتم يو كان كوركت ذيم، تصلحون نفسكم تو يور سيلف. نشوف الكلمات، الصور لكلمات اخذناها. نمبر 1 ووتر، فاجي على عمود اللي يكون يخص رقم واحد انزل كلمة ووتر مثل ما انا حفظتها WATER. ترجع تشوف صورة 2 اللي هي رايس، مسبقا موجود حرف الار راح تكمل رايس حسب حروفها، وحيكون هذا بمثابة مراجعة لك كاملة لتحفظ الكلمات التي تخص الطعام والشراب. شكرا.